الفرجة داخل المحارك التوريدة كيصنعوها مجموعة ديال السربات ديال الخيل، وشخصيا أعشق واحد الطقس ديال الفرجة اللي كتخلقوا واحد السربة ديال المقدم سي عبد الله بن بوي. سي عبد الله بن بوي تحتضن جمعية برئاسة الأستاذ والصديق سعيد بيتور، وهما تنتميو لجمعية شباب تكنا لتبوريدة، ولكن هما من قبيلة شراردة. هاد شراردة بن حسين يعني في الفرجة ديالهم، وهذا الطقس يعني ولا عزيز عند مجموعه ديال المناطق، خصوصا مثلا في المهارزه، مثلا في صخور حامنه، مثلا في مناطق ديال سيدي قاسم كذلك، لانهم كينتميو لاقليم سيدي قاسم. فهذا الطقس هو اللي كيتعلق برمي العمائم، فالشراديه ملي كتحيد العمامه من فوق راسها يعني كترضى عليك، ولكن الا قلقتيها ما كتعيرك، ما كتسبك، ما كتخرجش شي كلام يعني يسيء الاخر، ولكنها تكتفي بازاله الشد من فوق راسها، وهذه اشاره انها قلقه وانك غيرت يعني الخاطر ديالها. في حين ان الفرسان ديال سي عبد الله بن بيه ملي تيوصلوا للذروه ديال التالق وديال النشاط مع الجمهور كيرميو العمائم، والخيول تنطلق بواحد السرعه يعني السرعه يعني فائقه، وبالموازاة مع رمي العمائم في السماء يطلقون البارود، وكأنك ترى سرب ديال الحمام ديال العصابات بيضين والبارود بداك اللون الجميل ديالو. فهنا كنصنعوا واحد اللحظه ديال الابتهاج ديال الجمهور، كيولي الجمهور جزء من الفرجه وجزء من اللاعب ديال البارود. فالشرادي ديك الساعه الفارس تيقول بانه راضي على هذا المكان، وراضي على هاد الناس، وراضي على الضيافه وعلى حسن الاستقبال وعلى البارود اللي كيلعب على قصاص الخيل، رغم ان شرارده كيلعبوا خصوصا السربه ديال سي عبد الله بن بي كتلعب كذلك بالطريقه الشرقاويه، ولكن تقوم بشروطها كامله. فتحيه لسي عبد الله بن بي، وتحيه للاستاذ سعيد بيتور.